لحظة واحدة بابا. بفكرة شو بابا؟ ازيك دلوقتي؟ طوف بابا. انت لسه بتبعتي مقالاتك لمختف؟ انا عايز اعرف بتبعتيها ازاي. اسمعي يا هايلي، الموضوع ده انا هعرفه مهما حاولتي. مش معقول احد في مركزي ما يعرفش ازاي بتبعتي مقالاتك السخيفة للجريدة الحقيرة دي. جريدة حرة. دي جريدة حقيرة. تعرفش يعني ايه امن اسرائيل اللي مهددة من كل اعدائها؟ ومين اللي صنع الاعداء دول؟ انا مش عايز فلسفة وكلام فارغ. هنا لازم اعرف انت ازاي بتهربي مقالاتك السخيفة للجرنال ده. انتهي. لا كده يا هايدي. طيب هنشوف مين فينا اللي هيكسب المعركة دي في النهاية، انا ولا انت؟ اوعي. لا الكلام ده مينفعش، الشغل ده مش عاجبني. تقرير الاسبوع اللي فات مش مظبوط، في كروته كتير. معلش اصلنا بنشتغل طول الاسبوع لوحدنا والعمليه تقيله علينا، وسعادتك عارف ان موسى مش عايز حجج فارغه. تقرير موسى هو التقرير الوحيد المظبوط، فما تتحججوش بيه. احنا مش قصدنا يوسف بيه، بس من غير بسبسها يا حبيبي، انا عايز شغل مظبوط من غير تهريج. حاضر يا يوسف بيه. صباح الخير. اهلا، ازيك يا موسى؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خير. خلصت اوراقك؟ اشمعنى بقى؟ اخيرا خلصت خلاص، وقدمت كمان على تصريح سفر للسياحه ليا ولعمتي. هلا هلا. طب اتفضل اقعد. الامر ان احنا عندنا عميل ليه صله مباشره بحكايه تصريح السفر، هكلمه لك عشان يخلص الموضوع بسرعه. يا ريت، خصوصا ان انا عرفت ان الموضوع كمان مش سهل خالص. يا بخت من كان نجيب خاله. في حاجه يا استاذ ممدوح؟ لا لا ابدا، مفيش حاجه يا يوسف بيه. لا يوسف بيه، ده احنا كنا بنتكلم في الشغل بس يعني. طب بدل ما تتكلموا في الشغل ما تشتغلوا احسن. اه والله عندك حق. تخيل. شد حيلك يا موسى واستناني، انا هعصلك في اسرائيل. انت ليه مستغرب موقف يوسف يا موسى؟ انا مش مستغرب يا فندم، مع انه مستعد يضحي بمنصب كبير ومرتب ضخم عشان بس يهاجر اسرائيل. انا بس بقارن بينه وبين عمتي، قصدي استر، اللي رفض نفس الموقف بمنتهى الشده. ايوه بس ده شيء طبيعي، وزي ما بيقول المثل صوابعك مش زي بعضها. مش كل اليهود مبهورين بالدعايه الصهيونيه اللي بتحاول تقنعهم ان اسرائيل ارض الميعاد وانهم لازم يعملوا المستحيل عشان يستقروا هناك. وفي يهود كتير رفضوا فكره الهجره وفضلوا يعيشوا في اوطانهم الاصليه اللي اتولدوا وتربوا فيها. نفس كلام استر، وده نفس الكلام اللي هتسمعه في اوروبا وحتى داخل اسرائيل. لازم تعود نفسك على كده. طيب انا المفروض اتبنى اني اتجاه فيهم؟ ولا واحد. المفروض تبقى متعادل تماما، يعني ما تفكرش للهجره لاسرائيل الا اذا دفعتك الظروف لكده. انا مش عايز اي لمحه لهفه على الهجره هناك. وما تقلقش من الناحيه دي، ده اللي هتتدرب عليه من النهارده لحد يوم الاربعاء. الاربعاء ولا الخميس؟ لا الاربعاء، عشان يوم الخميس هتجهز نفسك عشان هنسافر سوا. نسافر فين يا فندم؟ مصر. النور ده كله مستر هاجرت ولا ايه يا عمتي؟ مش بعادة تسيب نور الشقة منور كله كده؟ ايه اللي مضايقك مخليك تعيطي كده يا حبيبتي؟ خد ده. ايه ده يا عمتي؟ العود. انت مش كنت عاوز تبيعه عشان السفر؟ يلا خده، خده عشان تبيعه. انا ما كنتش عاوزاه. لا يا عمتي، انا اللي مبقتش عايزه. انا هدبر تمن التذاكر ده اللي انت ورثتيه عن والدتك. ما كنتش عاوزاه، مش هيبقى اغلى من اي حاجه تانية هنا، مش هيفرق. بس مش عايزه تسافري.
لسه عايزه تفضلي في مصر. مش مهم انا عايزه ايه، المهم ان انا فهمت خلاص ان ما عدناش قاعد هنا. حبيبتي الناس هنا زعلانين مني انا، مش زعلانين منك انت. يعني ايه؟ يعني ممكن اسافر انا لوحدي و... لا لا يا موسى، لا لا، انا عشت سنين كتيره وحيده، اتعودت على الوقت، لكن لما رجعت انت ومليت علي حياتي ومليت علي البيت، مبقتش استعمل عيش دقيقه واحده لوحدي. وما دام انت ماشي يبقى انا همشي معاك. لاني بحب البنت ده، بحبه قوي 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 قوي. مبروك يا سياده اللواء، احنا اتشرفنا بسعادتك. احنا اللي لنا الشرف يا حاج. بس بيني وبينك انا ما كنتش موافق على الحكايه دي، العيال لسه صغيرين. مبروك يا خالد، مبروك يا ألفت، عقبال الشبكه ان شاء الله. انا مش عايزه حاجه، كفايه عليا خالد. يا سلام. طب يا ستي ربنا يهنيكوا ببعض. عقبال يوم فرحك انت وعزه في يوم واحد ان شاء الله يا طنط. يلا مين بقى هيجي معانا على المسرحيه؟ ما هي متقسمه يا بنتي، هم 10 تذاكر على قدكم، انتوا تروحوا تتفرجوا وتنبسطوا ولما تيجوا بالسلامه تحكوا لنا عليها. لا يا انكل، احنا 9 ومعانا 10 تذاكر، يعني في تذكره زياده، ممكن حضرتك او طنط تيجوا معانا. ممكن اجي انا، ده وليد ابن عمي ومتربي معايا. خلاص كده تبقى كملت. يضايقك يعني سماها لو جيت معاكم؟ لا ما ليش. طيب يلا بينا. وعندك احلى قهوه مظبوط من الراجل المظبوط، وايه الشاي ده حبيبي من الرجاله الجدعان، والشاي بتاعك يا استاذ صبيه بيفرفش قوي النهارده يا معلم. طول عمره مخه طاير. بس تعرف انا مبسوط قوي انك انت سمعت ورجعت شغله من تاني، الواد ده اصله طيب وابن حلال وانت بالظبط زي ابوه. طب يا ابو نور، انما احنا ما لمحناش الواد موسى النهارده، كلهم يجي يخش الحاره زي الحراميه، بس انا ايه، انا ببقى لاقمه. انت اللي مش مخليه يتنفس في الحته يا معلم. انا ما بحبش العالم السايبه دي، وانا ما بحبش الشاي التقيل. لا فك يا ادو، دمك خفيف قوي. بتلاقي النهارده يقوم اعمل لك خشبه وامسح بيك البلاط. والنبي انت راجل مجدع وابن بلد بصحيح يا معلم. تشكر يا زور. طب مش هتسامح موسى بقى؟ لا. مستعد يا عمرو؟ مستعد يا فندم. لا لازم تكون مستعد قوي، دي عمليه دقيقه، لو اي شخص شافك او عرفك هنخسر كل حاجه. ربنا يستر ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، بس خد بالك انت النهارده بس عمرو، اول ما نرجع اسكندريه هتبقى موسى زكي رفع. فاهم؟ فاهم فندم. يبقى على بركه الله. شكرا. كمان في اول صف؟ والله عفرم عليك يا فؤاد بيه، دي احسن هديه جت لنا. والله انا اللي كنت عايزه لا مسرح ولا سينما، انا كل اللي كنت عايزاه ان انا اشوف عمرو ومتع قلبي بيه. يا ستي هتشوفيه ان شاء الله وتشوفي ولاده كمان. من بقك لباب السماء يا اللي يعيش. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب، وتشيلي ولاده وولاد ولاده كمان. انا بس اشوف. لا يا ستي، احنا عاوزين نشوف ولاد ولادهم، دي امنيه عمرنا يا ست كريمه. هما بيتكلموا عن مين؟ عن عمرو. اخو عزة وخطيبي انا. خطيبك؟ ايوه خطيبي. امال هو فين، ما جاش معانا ليه؟ هو عنده بعثه في روسيا فاكيد مش هيجي معانا. وده كلام برضو،
حد يبقى خاطب واحده زي القمر كده ويسافر بعثه بره، ده اكيد ما عندوش ذوق. بابا ممكن بعد اذنك تيجي تقعد مكاني؟ ومكانك ماله يا حبيبتي؟ بس المكان بتاعي مكتوم قوي، اتخنقت. امرك جنرال. عملت ايه في موضوع مقالات هايدي؟ الحقيقه لسه ما عملتش حاجه جنرال. ازاي؟ خروج المقالات دي من بيتي رغم الحصار اللي انا عامله حوالين هايدي معناه ان في ثغره كبيره في بيت المسؤول الاول عن امن اسرائيل، ثغره ممكن تنفذ منها اي معلومات، فاهم ازاك؟ اي معلومات مهما كانت خطورتها واهميتها. جنرال مدموزيل هايدي ممكن تهرب مقال تعلن فيه رايها المعارض، لكن مش ممكن تعمل اي شيء يضر بامن اسرائيل ابدا. وده اللي انت اتعلمته مني؟ ده مجرد راي شخصي جنرال. نجاح هايدي في تهريب المقالات دي وتجاوز كل نظم الامن والحراسه معناها ان الثغره موجوده، والثغره دي لو احنا ما وصلنا لهاش غيرنا هيوصل لها، ولو احنا ما سدناهاش غيرنا هيستغلها. غيرنا ده ممكن يكون المصريين. إذاك مستحيل جنرال. شغلتنا دي ما فيش حاجه اسمها مستحيل. إذاك انا هديلك كل الصلاحيات اللي انت عايزها، استجوب اي حد، غير كل نظم الامن والحراسه، المهم توصل لنتيجه وباي ثمن. يا جماعه يا جماعه وطوا سكوا، المسرحيه هتبدا. انا مبسوطه قوي عشان هشوف فؤاد المهندس وشويكار على الحقيقه. بالشكل ده؟ في ايه؟ مالك؟ مش على بعضك وعصبية من ساعة ما المسرحية بدأت؟ والدتي زعلت في حاجة؟ الموضوع ملوش علاقة بوالدك. أمال في ايه؟ عندي إحساس غريب. إحساس ايه بالظبط؟ حاسة يا عزة زي ما يكون عمري. اسمه وليد ده باين عليه ممسوس. باين كده يا ماما. طب والله العظيم كفايه الكراسي اللي ورا حضرتك فاضيه من اول المسرحيه والناس اللي حجزوها ما جوش. اقعد بقى يا وليد اقعد. انا اسف يا جماعه، انا اسف. انت كنت هتبوظ كل حاجه النهارده،
كان لازم تتملك نفسك. مش عارف ايه اللي جرالي، كانوا وحشيني قوي. وما اول ما شفتها ما قدرتش امسك نفسي، بحبها قوي يا فؤاد بي، بحبها اكتر مما تتصور. لا متصور، عشان كده كنا عاملين حساب كل حاجه. قصدك الراجل يعني اللي دخل وطلعني بره؟ كان معانا. انتوا منتشرين قوي. يمكن هنا المرحله دي حساسه قوي، فيه اكتر من خطر بيهدد امننا القومي. انا عايزك تتصرف دايما باعتبارنا اننا مش موجودين، وده الوضع الطبيعي اللي هتبقى عليه لما تسيب مصر وتسافر لاسرائيل. فاهم يا موسى؟ كده الاجازه خلصت. فاهم فاهم. أنسة مها، أنسة مها. أيوة يا أستاذ مراد. ميرسي قوي على السهرة الجميلة دي، ويا رب ما كنتش عملت إزعاج جوه في المسرح. العفو، ما حصلش حاجة. طيب ما تأمرنيش بحاجة؟ لا متشكرة. النهاردة الشهادة اللي لها شكلك كان بايخ قوي. طب والله العظيم كان في واحد قاعد ورانا وحط إيده على شرمة. أنا مش قصدي على كده. أمال على إيه؟ على أسلوبك السخيف مع ما. هو انا يا ابني مش قلت لك انها مخطوبه لعمر اخو عزه وبتحبه قوي كمان؟ هو ده اللي مزعلك قوي؟ اصلك مبوظ شكلك على الفاضي، وانا شايف الموضوع مفيش منه امل. بتهيألك المثل بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب. لا 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 مش مع عمرو، ما اصلك ما تعرفهمش كويس. مع كل الناس دي مساله وقت يا ابو عصام. وعلى ما فهمت كده ان صاحبك ده غايب من اغسطس اللي فات، وعلى بال ما يجي اغسطس الجاي هفكرك انت بالتحديد بقى باسمه بالعافيه. انا حذرتك وانت حر، بس الظاهر بقى ان مخك ده متركب شمال. والنبي انت اللي من غير مخ خالص. بنت حلوه وزي القمر، مش هتستحمل تفضل على الشجره كتير، لازم تستوي وتتقطف لحسن تقع وتبوظ، وساعتها محدش نفسه هتحف على قطمه واحده منها. ده اللي علمتهولك تجاره الفاكهه مع ابوك؟ لا وانت الصادق، ده اللي علمتهول الدنيا. ماشي يا بورم، لما تشوف دنيتك دي هتوديك على فين. ماشي يا بتاع ثاني ومد، اديني بس من هنا لأغسطس وهنشوف. ولو اتفضلي يا عمتي. جراية يا موسى، هو عشان سكتنا لك تقوم تيجي كل يوم وش الفجر؟ معلش يا عمتي، ظروف. ظروف؟ ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي تخليك سهران طول الليل وسايبني لوحدي؟ ما تزعليش يا عمتي، من هنا ورايح مش هسيبك تاني خالص. استنى موسى، انت بتحب كل مقصوفة الرقبة دي اللي اسمها رشيل؟ لا يا عمتي. ريحت قلبي. طب قول هي من دينك ولا من دينة تانية؟ من ديني يا عمتي. ايوه اقول كده. طب برضو اللي يحب يقوم يسيب البلد كده ويهاجر؟ مش بيدي يعني. خلاص لازم يا عمتي، لازم. انت السبب. ايوه انت السبب كده. احنا هنضيع في الغربه. ما تخافيش يا عمتي،
طالما انا جنبك ما تخافيش. موسى زكي رافع. ايوه. كنت طالب تصريح سفر للسياحه انت والست استر رافع. مظبوط. دي عمتك مش كده؟ ايوه. عظيم يا موسى، كده تبقى الخطوه الثانيه من العمليه بدات فعليا. تراجعها سيادتك؟ اكيد، بس الاول لازم نحدد ميعاد سفرك. انا سالت عن المراكب اللي نازله اتينا، ولقيت ان اول مركب ميعادها يوم الجمعه الجاي. ده كويس قوي. احجز تذكرتين من الفلوس اللي اداها لك يعقوب، تذاكر سياحيه رخيصه. حاضر. ايه يا عم؟ خايف؟ مش خايف بس قلقان. من ايه؟ مش من حاجة معينة، بس هسيب مصر ومش عارف مستقبلي هيبقى ايه. اسمع يا عم، رغم كل اللي عملناه وكل اللي حصل، انت مش مرغم تروح اسرائيل بأي حال من الأحوال. مفيش حد في الدنيا يقدر يجبرك انك تضحي بحياتك ومستقبلك. القرار ده قرارك انت لوحدك، ولو تراجعت مش هيقلل من قيمتك في اي لحظه. انا لو كنت بعمل كده علشان خاطرك او علشان خاطر اي حد كان ممكن اتراجع، لكن انا بعمل كده علشان مصر. مصر يا فؤاد بيه، مصر اللي اتعلمت من وانا صغير انها لما تنادي اقف انتباه زي اي عسكري، بقول بعلو صوتي. تمام يا فندم. على بركة الله. علي سماحة، مش معقول ده، ايه الصدفة الجميلة دي؟ أنا بصراحة شايفاها صدفة عجيبة قوي يعني. أنا كنت أصلي معدي من هنا وبعدين حضرتك عايز إيه يا أستاذ وليد؟ ولا حاجة، أنا كنت بس على العموم أنا مخطوبة لعمر وبحب عمر من قبل ما تخطب له، وهستنى طول عمري، مفهوم؟ ربنا يخليكوا لبعض. هو الحقيقه الموضوع ده ما جاش في بالي، ومش قصدي ان انا. امال قصدي حضرتك ايه؟ مش قصدي حاجه. فرصه سعيده. طب ما تيجي اوصلك. ولو يعني خلاص يا موسى هتسيبنا يا اخي؟ احنا تعودنا عليك خلاص. والله بقيت زي اخونا رغم انك يعني نفس الشعور والله، بس بصراحة احنا هنحس بغيابك اكتر. اشمعنى بقى؟ اصل شغلك هيتقسم علينا، فخليك احسن. ده كلام تقوله يا راجل. عادي 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 عادي. والله هتوحشنا يا موسى. بقول لك ايه، اول ما توصل اتينا تبعت لنا، انا بقول لك اهو. اكيد طبعا. موسى تعال انا عايز. طب ما تسيبهولنا نسلم عليه دلوقتي وبعدين يجي لك يا يوسف بيه. لا دلوقتي حالا. طيب ماشي، هروح ارجع لكم تاني. يا ترى الأستاذ يوسف عايزه في إيه؟ دي مساهمة بسيطة مني ومن كل الإخوة اللي هناك، 150 جنيه. معقولة؟ ما احنا لازم نقف جنب بعض لحد ما نتلم في أرض الميعاد، مش كده ولا إيه؟ كده طبعاً. اسمع يا موسى، أنا مش عاوزك تسمع كلام عمتك وتفضل في أتينا، يعني لأن اللي زيك خسارة تتحرم منه إسرائيل. يعني ريحها كده واسمع كلامها كده وكده، وقعد بتاع شهر شهر ونص، وبعد كده ترجع لوطنك الحقيقي إسرائيل. أحاول. لا ما أحبش أسمع الكلمة دي منك. قول لي هروح. أحاول أقنع عمتي ونروح. المهم بقى أول ما توصل بالسلامة يبقى بلغني إنك وصلت إسرائيل. يعني خلاص خلاص هتسيب مصر؟ لا يا حبيبتي، احنا هنسافر يوم الجمعة الصبح، بس انا بحب اوضف حاجتي من بدري عشان ما انساش حاجة. طب والعفش ده؟ العفش ده كله هيروح فين؟ لو حابة نبيعه ونستفيد بتمنه هناك ممكن. يعني اكيد مش هيرجع هنا تاني. العلم عند الله يا عمتي. Thank you.
حبيبتي لو حابه تستني وما تسافريش براحتك. لا انا مش ممكن اقعد لوحدي تاني، رجل على رجلك، هنفضل سوا على الحلو والمر. طب والعفش؟ عفش بيعه، بيعه يا موسى، واكيد هيتباع بتراب الفلوس. ولا يهمك يا حبيبتي، بكره لما نسافر هشتري لك بيت اكبر وعفش احلى الف مره. والعشره والذكريات اللي في كل ركن هنا هتجيب لي احسن منها. لا يا حبيبتي، بس هنعمل ذكريات احلى واجدد. يا ترى من يعيش يا ابني؟ يا ترى من يعيش؟ روح يا موسى، روح يا ابني وضب شنطتك، وانا كمان وضب شنطتي، ومن بكره شوف حد يشتري العفش. وحر ونار في البيت الاهلي رح اشتريه. خشب يا بورا، كده تبقى العشره صايمه، كده تبقى المشاريب عليك. لا يا سيدي، العب عشرة تانية وبشرف هنغلبوك، بس انت بتقرص في الزهر. نقرص ايه ولا نعض ايه في الزهر؟ ايه الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده؟ ماشي كلامك، هنلعبه عشرة تانية بس، والمرسى ابو العباس لو اني كسبت هندفعوك الطاقة. ايه ماشي يابا؟ ماشي. لو سمحت يا ام، استاذ اشرف فين؟ اهو العب. لا ايوه شغلانه سقعه يعني؟ سقعه قوي. حظك بقى فلت مني الليله. يلا. ايوه دي عربيه صاحب المصلحه؟ انت لسه شفت حاجه؟ اكيد فيها قرشين حلوين. مساء الخير يا بيه. مساء النور. اركب. ما لا مؤاخذه يعني، اصله قلت اركب. حاضر اركب. عندنا بضاعة في الجمرك عاوزين نطلعها. وماله يا باشا؟ أني تحت أمرك؟ إيه البضاعة وإيه مشكلتها؟ لغاية دلوقتي مفيش مشكلة، بس الوقاية خير من العلاج. إحنا عاوزين نعديها من تحت مناخير بتوع الصحة. مجدعة كده. بتوع الصحة؟ ليه يا باشا؟ هي البضاعة فيها إيه؟ لا أبدًا، دي شحنة بلوبيف زي الفل، بس تاريخها قرب. باظت يعني؟ لا لسه، إنما على وشك. قلت إيه؟ لا. لا ليه؟ أنا مش هنعمل كده تاني، أنا مش هنضر بلدي ولا ولاد بلدي تاني. افتح. إنما اللي قاله لي عنك. اللي قاله لك عني انساه، أنا دلوقتي بني آدم تاني خالص، ويكون في علمك، البلوبيف البايظ ده لو دخل مصر، أنا هنقدم بلاغ في البوليس، ومن بكرة هنقدمه بلاغ في المينا. يا أهل العرب بقى. في 60 داهية. البلوبيف بايظ قال. يسلم بقك، كوباية ليمون ساعة معتبر أستاذ أشرف وعلى حسابي. هيعمل إيه يعني؟ هيقتلني؟ مش هتوصل للدرجة دي طبعًا، بس موضوع المقالات ده هايدي بقى فعلًا بيهدد مستقبله، خصوصًا إن الموقف متوتر جدًا اليومين دول، وهو بيحاول يستعيد ثقة القيادة بأي تمن. وفي لحظة هايدي، في لحظة ممكن يرمي مشاعره كلها ورا ظهره، ويعمل أي حاجة مجنونة عشان يحمي نفسه. هو لسه هيرمي؟ بلاش عين. علشان خاطري بلاش عند. انا مش هقدر استحمل اي حاجه تحصل لك بسبب عندك ده. صدقيني يا هايدي، انا بخاف عليكي قوي قوي. ورايي ايساك، بلاش اكتب رايي واقوله بحريتي. انت مش بتعملي كده هايدي عشان تقولي رايك. امال يعني بعمل كده ليه؟ علشان تتحدي الجنرال وتعليني عن غضبك من تجاهله لمشاعرك واحاسيسك. لو كانت المشكله كلها هايدي انك تقولي رايك، كنت ممكن تكتبيه باسم مستعار، لكن انت بتكتبيه بالاسم الحقيقي، الاسم اللي يحرج الجنرال ويغضبه، نوع من الانتقام النفسي هايدي، الانتقام من كل الغضب اللي بيغلي جواكي من سنين. وده يمكن يكون حل لتهدئة الموقف اللي ولعتيه بينك وبين الجنرال. أرجوك يا هايدي اكتبي مؤقتا باسم مستعار. طب والثغرة اللي قالك عنها؟ هنلاقيها.
قلتي ايه؟ بس انا ليا شرط. مش فاهم. تقدر تقول هدنة جنرال، هدنة مؤقتة. مدموزيل هايدي هتكتب مقالاتها باسم مستعار علشان ما تسببش اي حرج، في مقابل انها تخرج من حبسها. حبسها؟ اقصد حجزها في اوضتها جنرال. بس انا ما اقدرش اضمن التزامها. تضمنه انت؟ تسمح لي اتكلم جنرال؟ اتكلم. انا شايف ان دي فرصه المفروض نستغلها بشكل جيد. فرصه؟ اكيد جنرال. الصفقه دي هتهدي الموقف على الاقل مؤقتا، هتسمح لمدموزيل هايدي بتفجير كل طاقتها في مقالات ما بتحملش اسمها، يعني مش هتسبب الحرج اللي بتسببه دلوقتي. في الوقت نفسه جنرال تقدر سيادتك تستدرجها لحياتك، تخرجها من حاله التوتر والغضب اللي بدفعها للتمرد ده. توتر وغضب؟ ده مجرد راي شخصي جنرال. طيب يا زاك، بفكر في العرض اللي انت قلت عليه ده. امرك جنرال. عملت ايه يا حنين؟ تمام يا جنرال.